بسم الله الرحمن الرحيم. كان الأساس الثاني من أسس إقامة حكومة 1,000,000,000 مسلم التنظيم، بينما كان الأساس الأول التوعية. لقد ذكرنا حول التنظيم حلقات، وهذه الحلقة حول وجوب أن يكون التنظيم حديدية مع حرية. وكيف يكون التنظيم حديديا ومع حرية؟ التنظيم الحديدي هو الذي يجب أن تتوفر فيه شروط. الشرط الأول إطاعة القاعدة القمة إطاعة كاملة وعن اقتناع. الشرط الثاني انتخاب القاعدة للقمة، لأنه إذا لم يكن هنالك انتخاب من القاعدة للقمة انتخابا حرا، لا يكون التفاعل بين القمة والقاعدة تفاعلا عن اقتناع وعن أعماق نفس، وبذلك يتحول التنظيم ديكتاتورية. فالديكتاتورية لابد وأن تزول إن عاجلا أو آجلا، لأن الاستبداد خلاف طبيعة البشر. فالأمة التي يحكمها المستبدون لابد وأن تثور ذات يوم، كما أن القاعدة التي تحكمها قمة مستبدة إنها تصبر، ولكنها لا تفعل الصبر مدة طويلة حتى تثور على القمة وتسقط القمة. فالقمة يجب أن يطاع أوامرها إطاعة حديدية، وتنفذ أوامرها تنفيذا حرفيا، بينما يجب في قبال ذلك أن تكون القمة منبثقة عن القاعدة ومختارة للقاعدة في انتخابات حرة 100%. هذان شرطان أساسيان لأجل أن يكون التنظيم حديديا لا ينفذ فيه خارج منه، لا يكون التنظيم مترجرجا ومبعثرا ورخوا وهشا. في مثل هذا التنظيم يمكن التقدم بالأمة إلى الأمام، ثم يجب في المرحلة الثالثة من التنظيم الحديدي أن لا يعاقب المخالف عن حسن نية عقابا يسبب له الابتعاد، كالعقوبات الجسدية أو العقوبات المالية، وإنما يجب أن تكون العقوبة عقوبة أدبية. قبل ذلك، فإذا كان التنظيم هكذا، قمة وقاعدة وعلى فرض المخالفة العقوبة أدبية، هذا التنظيم يأخذ في التوسع والانتشار ويستهوي الناس، فيكبر التنظيم ويكبر حتى ينطبق
على كل العالم الإسلامي. إن لنا في قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير أسوة، مثلا وجوب إطاعة القاعدة للقمة حديديا وحرفيا، هذا شيء نأخذ منه عبرة في قصة حرب أحد. المشركون هيئوا جيشا ضخما لأن يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالفعل تلاقى الجمعان في مكان يبعد عن المدينة المنورة مقدار فرسخ، ويسمى بأحد، وهناك جبل يسمى بجبل أحد. وهناك لما زرنا الحجاز والمدينة المنورة قبل ربع قرن كان مسجد ضخم يسمى بالمسجد الإمام علي عليه الصلاة والسلام، وهناك قبور شهداء أحد. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر جماعة من المسلمين زهاء 50 مسلم بقيادة الصحابي يسمى بعبد الله أن يكونوا على الجبل، وقال لهم احموا ظهورنا، وقال لهم ابقوا في مكانكم سواء غلبنا أم غلبنا لا تبرحوا مكانكم، وأكد عليهم الرسول ذلك. ثم التقى الجمعان وقاتل المسلمون وأبلوا بلاء حسنا حتى قتلوا جماعة من المشركين، وانهزم المشركون أمام زحف الإسلام. وخطة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، ولما انهزم المشركون المسلمون أخذوا في جمع الغنائم. هؤلاء الذين كانوا على الجبل تحت قيادة عبد الله رأوا أن المشركين انهزموا وأن إخوانهم أخذوا يجمعون الغنائم، فقالوا لعبد الله رئيسهم ما لنا هنا وإخواننا جمعوا المال، وانهزم المشركون وولوا الدبر. قال لهم عبد الله إن رسول الله أمر بذلك فلا تخالفوا أمره، لكن في الدنيا حليت في أعين جماعة من هؤلاء المسلمين، وكان السبب أنهم كانوا جديد الإسلام ولم يكن الإسلام قد أخذ بالشغاف قلوبهم ودخل في أعماق فؤادهم وأرواحهم، فتركوا أوامر عبد الله وأوامر الرسول، وكلما صاح بهم عبد الله أن لا يبرحوا أماكنهم لم ينفع كلامه فيهم، فنزلوا من الجبل وأخذوا يجمعون الغنائم مع المسلمين الآخرين. وانتهز هنا الكفار الفرصة وهاجموا من خلف المسلمين بقيادة خالد بن الوليد الذي كان ذاك يوم في جيش الكفار، فأخذوا يقتلون المسلمين ويكثرون فيهم الجراح. انهزم المسلمون وولوا الدبر وصار الغلب للكفار، وصمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وامرأة شريفة تسمى نسيبة في أماكنهم، فأخذ علي ونسيبة يدافعان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة طويلة معروفة، حتى تمكن الرسول وعلي ونسيبة من كسر الجيش الكافر الزاحف، والتحق بهم المسلمون وانهزم الكفار مرة ثانية. لكن بعد أن قتل من المسلمين خيرة منهم ما يقارب 70 أو 70، وكان فيهم حمزة سيد الشهداء والذي سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الشهداء،
وكان يعبر عنه بسيد الشهداء إلى أن قتل الحسين عليه الصلاة والسلام، فسمي الحسين بسيد الشهداء. وعلى أي حال، سبب هذه المخالفة من جماعة عبد الله هل هزيمة المنكرة بالمسلمين والقتل الذريع فيهم؟ صحيح أن الرسول لم يهزم، وأن المسلمين رجعوا، وأن الكفار هم الذين انهزموا في آخر الشوط، لكن الصحيح أيضا أن مخالفة القمة، يعني مخالفة القاعدة للقمة، سببت هذه الفضيحة وهذا الانكسار المشين في الحملة الثانية التي حملها الكفار على المسلمين، بينما كانت الحملة الأولى للمسلمين على الكفار، ووقعت الكارثة. لماذا؟ لأن هؤلاء 50 جماعة منهم خالفوا أوامر القمة، وهكذا إذا كان التنظيم رخوا وخالفت القاعدة القمة ووقع الخلاف بين الطرفين، لا شك وأنه ينتهي إلى الفشل. فالواجب أن يكون التنظيم حديديا ينتخب القاعدة قمتها، وتأمر القمة قاعدتها، وتنفذ القاعدة أوامر القمة تنفيذا صارما حرفيا. أما إذا حدث هذا الشيء، وهذا ما يحدث كثيرا ما في القواعد، خصوصا الضعاف الإيمان بالقمة أو الضعاف الإيمان بالحركة والتنظيم وما أشبه، أما إذا وقعت الكارثة وخالفت القاعدة القمة، فيجب أن تكون القمة حكيمة في اتخاذ العقوبات المناسبة. فقد يقتضي الأمر العفو، كما عفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المخالفين في أحد، سواء المخالفين الذين كانوا على الجبل وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في البقاء على الجبل، وسواء الذين انهزموا أمام جيش الكفار الزاحف وأبقوا الرسول وحده صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول عفى عنهم، ونحن في كتبنا الفقهية ذكرنا أن للحاكم الإسلامي أن يعفو عن المجرم إذا رأى ذلك صلاحا، في قصة طويلة ما علينا بالقصة الآن. وإذا رأى الحاكم الإسلامي العقوبة، فالأفضل أن يجعل العقوبة أدبية لا مادية أو جسمية. ولذا نرى في قصص الرسول الكثيرة حيث كانت تقع المخالفات مع الرسول، الرسول إما كان يعفو وإما كان يجعل العقوبة الأدبية للمتخلف. مثلا في غزوة تبوك، 3 من المقتدرين على الجهاد أضربوا عن المحاربة مع رسول الله والخروج معه إلى تبوك، ولم يكن لهم عذر. ولما رجع الرسول رأى عقابهم حتى يتنبه غيرهم بذلك. ماذا فعل الرسول؟ ضرب عليهم نطاقا اجتماعيا، فأمر المسلمين بأن لا يجالسوهم ولا يواكلوهم ولا يسلموا عليهم ولا يجلسوا في مجلس هم فيه، وحتى أمر أزواجهم بالاجتناب عنهم في قضايا الجنس، وقال للنساء اطبخوا لهم وقدموا لهم، لكن لا تتكلموا معهم ولا تضاجعوا معهم.
وهؤلاء وقعوا في هذا النطاق الاجتماعي الصارم الأدبي حتى ضاقت عليهم أنفسهم، وسبب ذلك التوبة، كما سبب ذلك أن يعتبر غيرهم بهم. وقد وردت قصتهم في القرآن الحكيم، حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهكذا تاب هؤلاء الثلاثة، والله تاب عليهم. وعلى الثلاثة في صدر الآية يعني تاب الله على الثلاثة، يعني على هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. المهم أن يكون تأديب القمة للقاعدة المخالفة للأوامر تأديبا صارما ولكن أدبيا في نفس الوقت، فإن التأديب الأدبي والعقوبة الاجتماعية أمثال هذا اللون من العقاب يسبب ارتداء الإنسان المخالف نفسيا، فليست العقوبة من القمة، وإنما العقوبة تكون من الاجتماع، الذين لا يتكلمون معهم، الذين لا يعاشرونهم، الذين لا يسلمون عليهم، الذين لا يحضرون في محضر هم فيه. هذا ضغط اجتماعي أدبي على المتخلف. إن لا نقول يجب أن يكون العقاب دائما هكذا، وإنما نقول يجب أن نتخذ من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم درسا لكيفية الجمع الشمل وعقاب المعتدي اعتداء سياسيا، لأن هذا الاعتداء يعد اعتداء سياسيا وليس اعتداء جنائيا كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس كما هو واضح. من الضروري أن يكون التنظيم حديديا، وإذا وقعت المخالفة تكون العقوبة عقوبة أدبية توجب الردع والضغط الاجتماعي. إذا كان التنظيم حديدية وأخذ التنظيم في التوسع، فلا الغربيون ولا الشرقيون يتمكنون من النفوذ في التنظيم بعملائهم. بينما نرى في البلاد الإسلامية أحيانا تؤسس أحزاب وتنظيمات، لكن الغربيين والشرقيين يأخذون في النفوذ في هذه الأحزاب بما يسبب تحريف تلك الأحزاب عن أهدافها، سواء كان الهدف إسلامية أو كان الهدف وطنية أو كان الهدف صناعيا أو ثقافيا أو ما أشبه ذلك. فالواجب علينا إذا أردنا التنظيم الإسلامي الواسع النطاق لإنقاذ 1,000,000,000 مسلم، أن نجعل من تنظيمنا مصورا وحديديا وفي نفس الوقت بحرية. والحرية إنما تكون إذا كانت الأوامر عن اقتناع من ناحية، وإذا كانت القمة منتخبة من القاعدة انتخابا حرا من ناحية ثانية، فلا يكون للأوامر وقع شديد على القاعدة. نسأل الله أن يوفقنا لذلك، وأن ينقذ المسلمين من براثن المستعمرين والمستغلين بفضله وكرمه، وحتى أن تقوم الحكومة ذات 1,000,000,000 مسلم بإذن الله تعالى. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، فتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا كرامة الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.